بيوم من الأيام ننتقل إلى تونس من أجل الكشف عن الكلاب وإلى الغراب وإلى المناطق المجاورة. واليوم أصبح لدينا الإمكانيات ويجب علينا استمرارها وليس الفتح ثم اللقاء، الاستمرار. داخل هذه القلعة الشامخة وهذا المنبر الكريم الذي نحتفل من خلاله في هذا اليوم بافتتاح إحدى الأقسام الصحية بمستشفى كباو، وهو قسم غسيل الكلاب الذي ظل هذا القسم سنين طوال من الزمن مغيبا عن المواطن في ظل معاناته وتنقلاته إلى مناطق أخرى بعيدة. دائما على خير الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وآخر دعوتنا. وفي الختام بهذه المناسبة السعيدة إليكم هذه الأبيات. تحية تقدير واحترام لإدارة الخدمات الصحية على هذا العطاء، تحية للجنة التطوعية على ما نلوه من جهد، تحية لكل من ساهم في تحقيق هذا العمل ولو بكلمة طيبة. حاضرا من أمن ومن محلات ومن أعياد ومن أشراف المناطق على تلبية الحضور وللمساهمة في هذا الإنجاز العظيم الذي حصل في مدينة الأبهار. المرحوم السيد محمد خليفة مرش، تفضل راح يكون سالم ان شاء الله. 20 ادويه مش هنضحك على حاجه ثانيه، فبدا الله تستنى علينا على موضوع الادويه، فبارك الله فيه وصل الادويه وقال لي من هنا لكباو ان شاء الله. فنسال الله ان يحفظك الاستاذ محمد عمر برد. الحمد لله. طبيب عام موجود 24 ساعة، دكتور أطفال موجود 24 ساعة، ممرضات موجودين 24 ساعة. أيضاً بسمكم جميعاً نقدم شهادة شكر وتقدير للسادة الجنة من القسم الغسيل الكلى. السيد إدارة المستشفى قطاع الإعازة فتح القسم الكلى. أشكر حضوركم ونشكر استماعكم للافتتاح، وبارك الله فيكم وتفضل الوفاة. وفي 10 دقائق معنا نتقبل الافتتاح إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم افتتح قسم غسيل الكلى ببلدية كباو بالساعة 10 السرة. نحمد الله سبحانه وتعالى أن تحقق الحلم وأصبح حقيقة، وبإذن الله هذا القسم سوف يقدم خدمات مباشرة لمرضى غسيل الكلى ويعفيهم من مشاق السفر والتنقل إلى مناطق أخرى. اليوم بشكل رسمي نقول كل التجهيزات جاهزة من فنيين ومن مشغلات ومن أدوية، كل الأمور الفنية جاهزة، وبدأ فعلياً قسم غسيل الكلى في تقديم خدماته، وهذا يعود بفضل الله سبحانه وتعالى أولاً وإلى مجهودات
إدارة الخدمات الصحية ومستشفى كبا ومجموعة من الخيرين من هذه من أبناء البلدية اشتغلوا على تحقيق هذا الحلم الذي طال لسنوات اليوم تحقق بإذن الله، فلهم أن كل الشكر والتقدير على مجهوداتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل المرضى ويمدهم الصحة والعافية إن شاء الله. حكينا على أيام تشغيل غسيل الكلى وعدد الحالات اللي تتوارد أو اللي مسجلة حاليا عندكم داخل القسم. حاليا تم تسجيل عدد 13 حالة محتاجة إلى تقديم خدمات لهم لغسيل الكلى، بالتأكيد العدد سيكون هناك تزايد بحكم أنهم موجودين في مناطق أخرى. الأيام سوف يكون يوم السبت والاثنين ويوم الأربعاء بإذن الله. شكرا لكم.